كده في صفقات جديده ممكن للاهلي قبل كاس العالم للانديه لو ربنا ان شاء الله وفق في البطوله الافريقيه؟ طيب بص يا كابتن، خلينا نفصل بين الصفقات اللي هي جايه في الصيف اللي جاي وبين مخطط الاهلي اللي احنا كنا اتكلمنا فيه لو تفتكر، اللي هو المخطط اللي قبل 2025 اللي هو ممكن يشهد صفقات كبيره جدا، لو طبعا قلنا الشركه اللي هي هتتدخل، شركه الراعيه دي تتدخل ان هي تمول بعض الصفقات. وكمان ما ننساش ان الاهلي نظير المشاركه في كاس العالم للانديه، يمكن اتقال بقى الارقام ابتدى الموضوع يبان كان بتاريخ 24 مليار والكلام ده، الكلام طبعا مش مظبوط، هو يمكن الموضوع ممكن يتراوح من مليار لمليار ونص، ده الكلام اللي هو طلع بشكل رسمي من الفيفا، وبالتالي ده برده رقم كبير جدا. في حاجه بس كانت يعني كوميديه شويه او الناس خدتها بشكل كوميدي شويه على بعض الصفحات، بتتكلم ان ساديو ماني ممكن يكون احد اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، على اساس ان هو ينتقل على سبيل الاعاره للنادي الاهلي من صفوف نادي النصر السعودي بتمويل بقى من احدى الناس المحبين للنادي الاهلي او عن طريق احدى الشركات. ولكن لما لقينا طبعا الاخبار، حتى لما نلاقي ان احنا مش مقتنعين بالاخبار بس بنحاول برضو نروح لمصادر او مصادرنا داخل النادي الاهلي تاكد لنا الموضوع او تنفيه، رحنا لاحد المسؤولين داخل النادي الاهلي وسالنا هل فعلا ساديو ماني في اي كلام عليه من اي نوع. الراجل ضحك طبعا، قال طبعا الموضوع صعب جدا، الراجل مرتبه بعيد جدا جدا، قال لي كلمه ثانيه معبره جدا على الموضوع، قال احنا اساسا عايزين نمشي اللعيبه بتوعنا الاجانب عشان مش عارفين ندفع مرتباته. يعني عندنا مشكله، يعني احنا دلوقتي واحنا بنمشي، اسالني سؤال قال لي واحنا ليه عايزين نمشي علي معلول، هل فنيا؟ قلت له لا طبعا. قال لي طيب اذا احنا عندنا مشكله في دفع الرواتب، قلت له لا ما هو الموضوع دلوقتي مرتبط بقصه، بس الاهلي مش هيبقى عنده مشكله في حاجه. لا تمام انا عارف يا كابتن، بس برضه من ساديو ماني يعني انا معاك. لا 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 ماليش دعوه بالجزئيه دي، لا انا بكلمك، انا بكلمك على قصه ساديو ماني. في فعلا صفقات كبيره جدا، ما احنا كنا بنتكلم في كانوتي، كنا بنتكلم في قصه تريزيجيه مثلا ممكن يتم برضه ضمه، ولكن الموضوع صعب جدا برضه بعده، معلش الفرق بعيد شويه، ولكن برضه في احد اللاعبين اللي اتقال اسمه برضه على السوشيال ميديا، يمكن ده خلينا نتكلم في الوقت ده عن اللعيبه اللي بيتقالوا على السوشيال ميديا مش الصفقات الحقيقيه، خلينا نتكلم في الجد. يوسي الوحيدي، يوسي الوحيدي لاعب طلاع الجيش، اللعيب طبعا هايل ولاعب متالق مع طلاع الجيش بشكل كبير جدا، وعايز اقول لك ان في يعني جمهور قطاع كبير من جمهور النادي الاهلي بيطالب ان هو ينتقل للنادي الاهلي، ولكن برضه سالت نفس المسؤول قال لي ان هو خارج حساباتنا تماما، مع الاحترام ليه هو لعيب جيد ولعيب كويس جدا، ولكن هو خارج حساباتنا ما تعرضش علينا. يعني في لعيبه على فكره هنتكلم فيها كابتن سيف بعد كده معاك اتعرضوا على كولر، وهقول لك مين اللي وافق عليهم ومين اللي رفضهم، بس ده في حته ثانيه، ولكن يوسف الوحيد ما تعرضش من الاساس.